ممكن تروح للأوفن. بعد كده في عندي جزء بيبقى فالين شيب بسميه انفونديبل
سيكشن بسميها فيمبريا. ديت اجزاء الفيمبريا مشوه. تعالوا نبص كده جزء جزء. المنظر ده بيصير ولا بيصير البوستير. المنظر ده ايه؟ البوستير. فيمبريا مشوه ده هي ناحيه الايه؟ البوستير. ما دام شفت الاوبري كده في وشي يبقى انا بصص من ناحيه ايه؟ من ناحيه البوستير. تمام؟ الفينجر لاين بروجيكشن ديت بسميها فيمبريا. في واحده منهم بتبقى طويله بتبقى قادره تجيب الاوبري لازقه في الاوبري فبسميها اوبيريان فيمبريا. يبقى الفيمبريا دي عباره عن فينجر لايك بروجيكشن بتبقى موجوده اتاش او ريليتد للسيرفس اوف ذا اوبري. واحده منهم بتبقى طويله بسميها اوبيريان فيمبريا. الجزء اللي اتاش في الفيمبريا جزء دايركت اللي هو الكونال شيب ده بسميه امبومبيزون وده برده بيبقى دايركتد بوستيريور. الأنبولة والأنبولة ديت اللي هي طيلات البار وده بيبقى طولها حوالي 5 سنتي وده لازم تعرف معلومة اللي هي المين سايت اوف فيرتلايزيشن. لازم تكتب كده أو تبقى عارف إن ديت المين سايت اوف فيرتلايزيشن الأنبولة وبيبقى طولها نص طول الفالوبيوم تيوب. يعني الفالوبيوم تيوب كلها على بعضها 10 سنتي هي نقطة نص الطول يعني كام؟ 5 سنتي. الليزما المونو بارت اوف ذا فالوبيان تيوب ده اللي هيدخل فيها اللي هيفتح في اليوترس. بيفتح فين في اليوترس؟ عند السوبيريو لاترال انجل اوف ذا يوترس. الجزء ده اللي هو بيقول عليه السوبيريو لاترال انجل اوف ذا يوترس ده بيسميه يوتراين بول. يبقى هي بتفتح فين؟ بتفتح في اليوتراين بول. بص هيفتح ده الجزء الداخلي هيفتح بقى يدخل داخل اليوترس دي عند اليوتراين هول تمام وده بيبقى طوله حوالي 2 سم وده بيبقى اضيق جزء في الفالوبيان تيوب. يبقى احنا كده خدنا اجزاء الفالوبيان تيوب تمام كل جزء له مواصفات خاصه لازم نبقى عارفينها ونعرف طول الفالوبيان تيوب على بعضها. زي ما قلنا الفانكشن اوف ذا فالوبيان تيوب اهم حاجه تعرفها ان هي بتعمل بيك اب للاوسايت تمام؟ تاني حاجة إن هي سايت أوف فيرتلايزيشن وإن هي بالحركة بتاعتها ديت هتوصلها لليوترس. طيب هي ما بين اليوترس والأوبري يبقى البلد سبلاي بتاعها بيديها من الاتنين من الأوبريان أرتري ومن اليوتراين أرتري. يبقى هي تيوب ما بين الأوبري واليوترس يبقى هتاخد من الاتنين هتاخد جمارك من الاتنين. هيجي لها برانش من الأوبري من الأوبريان أرتري وهيجي لها من اليوتراين أرتري. ده بالنسبة لي بلد سبلاي. طيب الاوبريان ارتري جاي منين؟ من عند الترانك بتاع الاوبريان ارتري جاي منين؟ من الترانك اوف اريا من الابدومينال ايه؟ من الابدومينال اورت. الاوبريان ارتري احنا عارفين ان الاوبري ده كان ايه؟ تشرحي يا دكتور وتكسري فينا سواد. كان فين؟ كان فين الاوبري كان فين وبعدين لسه جايين تاني. كان في الاوبري صح؟ كان الابدومينال المفروض وبعدين هو حط ونزل نزل الاوبر نزل البنت صح؟ ما شاء الله. طيب فعندي هنا ارتري اللي هو الاوبريان ارتري طالع منين؟ طالع من الابدومينال اور. طيب اليوتراين ارتري من الانتيري طالع من الانترنال ايه؟ من الانتيري واحد من البرانشز اوف انترنال ايه؟ الانتيري ديفيجن او الاكسترنال ديفيجن انتيري تمام؟ خلي بالنا من الحاجات ده بالنسبه لي بلاصه طبعا الفينوس درينج زي الارتري اهم حاجه الليمفاتكس بتمشي برضو مع القطر فاللي هيمشي مع الاوبري هيروح ليه الفار او الديوم نود واللي هيمشي مع الانترنال اللي هي تروح الانترنال اللي هي بتزود. يبقى دوت الايه الليمفاتيك درينج بتاع الفالوبيان تيوب. نيجي بعد كده بقى لليوترس. اليوترس ده بقى هو مكان اللي هيبقى فيه الجنين ايه هيبقى في الجنين الامبريو سايت اوف امبلانتيشن وبعدين هيكون ايه الفيتوس الايه الفيتوس وبعدين يخرج صح كده ده لازم تعرف ما شاء الله سبحان الله. طب هو شكله عامل ازاي؟ ده عامل زي الكوميديا بيمشي بالظبط عامل زي الكوميديا كده وزنه حوالي 50 جرام بيبقى بير شيب والكابل بتاعه هو ميني
يبقى ماسكولا اوردر، يعني المول بتاع السن سكول بتاعه عباره عن مصر. الكافيتي في الطبيعي في النون بريجننت بيبقى سليت، بيبقى نور، بيبقى جزء كده سليت يا دوبك بيبقى فيه فتحه كده. الفتحه دي بتوسع بس اثناء الايه؟ اثناء البريجننت، تمام؟ لما يكون في فيت، ما فيش فيت خلاص هي ايه؟ هي ضيقه ومقفوله. والحجم ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن مصر. الجزء بتاعه كله ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مصر. فهو ماسكولار اوردر. قياسات اليوترس من الحاجات اللي ما تنسيش. قياسات اليوترس ده نورمال، ده ايه؟ ايه ده قياسات اليوترس ايه بقى؟ اللي هو بقول عليه لسه ليه؟ الفيميل لسه ما حملتش ولا ولدت. تمام؟ القياسات بتاعها طبعا بعد الحمل وبعد الولاده القياسات بتختلف. لكن دي القياسات الاساسيه للفيميل باي هيستوري. لا انا لسه ما حملتش ولا مره وما ولدتش ولا مره، ما حملتش ولا مره ما ولدتش ولا مره اكيد. تمام؟ يعني ممكن تولد من غير ما تحمل ما اعرفش. يبقى بعد القياسات عباره عن ايه؟ دي نص سنتي، تمام؟ دي الثيكنس بتاعها، دي خمسه اللي هو العرض. الطول بيبقى حوالي ايه؟ 7.5، اللي هي ممكن اقولها بالانش 1 2 3. لو بالانش بتبقى 1 2 3، لو بالسنتي 2.5 5 في ايه؟ 7.5. دي قياسات اليوترس من الحاجات اللي لازم تبقى في دماغك. طيب دخول الفالوبيان تيوب في اليوترس، قسم اليوترس عندي اجزاء. جزء بيبقى موجود فوق الفالوبيان تيوب وده بيبقى جزء عالي فبنقول عليه فندس. يبقى الجزء من اليوترس شكل ايه؟ هو انتوا مش شايفين الكلام ده في الكتاب؟ عارفين الكلام ده اخش على بعضه؟ عارفينه؟ امال ايه؟ في قضية مهمة أهم من اليوترس ممكن يجيلك فيها دلوقتي. غير اليوترس تحط حاجة تانية مش مشكلة. عادي. أنا هشرح. اليوترس قلنا دخول الفالوبيان تيوب لما دخلت فيه، تمام؟ قسمته لأجزاء. الجزء اللي فوق دخول الفالوبيان تيوب ده سميه فانوس. المين بارت أوف ذا يوترس ده سميه بطن. الجزء اللور اند اوف ذا يوترس ده بقول عليه سيرفكس، وكلمه سيرفكس اللي هي نك. يبقى ده اللور بارت، النار بارت اوف ذا يوترس ده بسميه سيرفكس. في جزء كده شايفين في جزء واصل ما بين البودي ما بين البودي والسيرفكس، جزء بيبقى نارو فبقول عليه اسموس. ده الاسموس بتاع اليوترس اللي هو الجزء اللي هيوصل ما بين البودي الكبير العريض ده والجزء النارو اللي هو السيرفكس. في جزء واصل ما بينهم ده بسميه اسموس. يبقى تاني اجزاء اليوترس فندس، بادي، اسمس، وايه؟ وسمس. الفندس بيبقى كفرد باي بروتينين، كومبليتلي كفرد باي بروتينين، وبيبقى ده الجزء اللي موجود اباف الانترنس اوف ذا فالوبيان تيوب. كفايه عليا المعلومه دي. البادي اللي هو الجزء ما بين الفالوبيان تيوب والاسمس اللي هو النار بار، ده المين بار وده السايد اوف الامبلانتيشن. مكان الامبلانتيشن بيحصل فين؟ بيحصل في الابر بارت بتاع الايه؟ بتاع البودي. وطوله بيبقى حوالي كام؟ حوالي 5 سم. هو طول اليوترس كله على بعضه كام؟ 7.5. 5 سم تبع مين؟ تبع البودي. الاسمس ده اللي هو الجزء اللي هو عامل زي الخزر كده، جزء النارو اللي ما بين البودي والسيرفكس ده بسميه السيرفكس. بقى السيرفكس ده الجزء اللي هو نور بارت اوف ذا يوترس اللي هيعمل ايه؟ اللي هيفتح في البوجينا، صح؟ خلي بالك بقى هو عمل ايه في البوجينا؟ ما كملش مع البوجينا، ده جه ودخل. خلي بالك عشان تفهم الحته دي. السيرفكس عمل ايه؟ دي البوجينا اهي، دي تيوب اهي، وده السيرفكس اهو. عمل ايه؟ ما فتحش كده، ما بقاش كونتينو، الكنال بتاعتهم ما بقتش واحده، لا ده جه كده وقام دخل جوه الفاجينا بالمنظر ده كده، وحوط والفاجينا حوطته من جميع الاتجاهات وعمل فيه كبت. شايفين ده كده؟ يبقى السيرفكس عمل ايه؟ دخل جوه الفاجينا، بقى في
اهو فوق الفاجينا اسميه ايه؟ سوبرا فاجينا بارت اللي هو الجزء ده. وفي جزء تاني داخل الفاجينا اهو اللي ده اسميه ايه؟ انترا فاجينا بارت. يبقى تاني السيرفكس، السيرفكس عمل ايه؟ دخل جوه الفاجينا، دخل جوه التيوب ما كملش معاها. يعني احنا لما نيجي نتكلم على اي تيوب مثلا هقول ايه؟ لو جيت تتكلم على الانتستين هتلاقي الديودينم خلصت تكملتها الريجنال كملت تكملتها ايه؟ والتيوب مكمله مع بعضها، دي مش تيوب مكمله مع بعضها. دي الادرينالين بتاع السيرفكس اهي مش مكملت، عملت ايه ده؟ كلها نزلت وفتحت جوه الايه؟ الفاجينا. يعني بسهولة جدا ممكن السيرفكس لو مفيش حاجة ماسكاه يعمل ايه؟ يتزحلق ينزل من الفاجينا. ودي الحالات ديزيز اللي بسميها يوتراين برولابس. برولابس يعني ايه؟ يعني العيان اللي في مني تيجي تقول لك في حاجة خارجة مني، ايه الحاجة اللي بص بتاعي اليوترس نفسه. سيرفكس ظاهر عندي وقع. يبقى معنى كده وانت بتدرس لازم تعرف ايه اللي بيخلي السيرفكس في مكانه ويفضل فوق وما ينزلش في الفاجينا، لان هو اصلا داخل جوه الفاجينا. فهنا دخوله جوه الفاجينا اول حاجه عملها اتقسم لجزئين. دايما في السيرفكس هنتكلم على جزئين، جزء فوق الفاجينا هنسميه سوبرا فاجينا بارت، جزء داخل الفاجينا. طب الجزء اللي داخل الفاجينا مين اللي هيحوطه؟ الفاجينا صح؟ الدبل بتاع الفاجينا من هنا ومن صح كده؟ دوت الجزء اللي من الفاجينا اللي بيحيط في السيرفكس ده بسميه فوركس، عامل زي الجيب كده. يعني هنا اهو تاني ادى السيرفكس وهنا دي الفاجينا اهي، دي التيوب بتاع الفاجينا والسيرفكس ده في كافيتي اهو حواليها صح؟ الكافيتي اللي حوالين السيرفكس ده هسميه فوركس. يبقى لما اسمع كلمه فوركس ده فين؟ ده الكافيتي بتاع في الفاجينا. فين في الفاجينا؟ في حوالين السيرفكس. الجزء من الكافيتي اوف ذا فاجينا اللي حوالين السيرفكس ده بسميه فوركس. تمام؟ فهنا هيبقى عندي كام فوركس بقى في جميع الاتجاهات. يبقى في واحد قدام الايه؟ السيرفس هقول عليه ايه؟ اكيد فوركس. واحد وراه هقول عليه واحد ميديا، واحد لاترال تو لاترال فوركس. يبقى انا عندي انتير فوركس وستير فوركس وايه؟ ولاترال ايه؟ فوركس واحد رايح واحد ليفت. تمام كده؟ يبقى لما اسمع كلمه فوركس معناها ايه؟ معناها الكافيتي اللي بيلف حوالين الايه؟ اللي موجود حوالين السيرفس، الكافيتي من الفاجينا اللي موجود حوالين السيرفس. اكتر واحد بيبقى عميق فيهم هو البوستيريور فوركس. هنا دوت ايه؟ احنا واخدين كده سيكشن اهو ده كده. ده السيكشن ده يبقى ايه؟ كورونا. يعني شايل الانتير صح كده؟ شايل الانتير. ببص على لما اجي ابص على الكافيتي هبص على الاطرال بس، ده من التو لاترال ايه؟ فورنيس. تمام؟ طيب لما اخد سابيتال سيكشن يبان لي انهي فورنيس في السابيتال سيكشن؟ يبان لي انتيريور بالايه؟ بالبوستيريور. يبقى في الكورونال سيكشن هشوف الايه؟ اللاترال فورنيس. طب في السابيتال سيكشن هشوف الايه؟ الانتيريور والبوستيريور. مين الاكبر الانتيريور ولا البوستيريور؟ البوستيريور. البوستيريور فورنيس بيبقى اكبر واعمق من الايه؟ من الانتيريور فورنيس. يبقى المعلومه اللي عايز اعرفها في السيرفكس اول حاجه ان هو ده النار بارت بتاع اليوترس طوله حوالي من 2 سم ل 3 سم. تمام؟ وهسميه ده هو النيك اوف ذا يوترس. بيدخل جوه الفاجينا بيتقسم لكام جزء؟ جزئين، سوبرا فاجينا بارت وانترا فاجينا بارت. فبيقسم الفاجينا لجزء بسميه فورنيس. عندي كام فورنيس؟ عندي اربع فورنيس، انتيريور وستيريور ثم تشوفهم في السيرفكس سكشن. والكورونال سكشن اشوف طول الكورونس. تمام كده؟ واضحه؟ طيب احنا قلنا ان انا عندي في كافيتي. اليوترس في كافيتي ولا لا؟ في كافيتي. الكافيتي بتاع اليوترس بيبقى تريانجولار ايل شيب. الكافيتي اوف ذا يوترس بيبقى تريانجولار ايل شيب. له كام زاويه؟ تريانجل له كام زاويه؟ ثلاثه. احنا ليه ثلاث فتحات؟ فتحتين موجودين سوبيرو لاترال دي في الحجم بتاع مين؟ الفالوبيان تيوب. واحده انفيريور. الانفيريور دي بسميها انترنال اوس. كلمه اوس يعني اوستيان. كلمه اوس يعني ايه؟ اوستيان هي فتحه. فدي بقول عليها انترنال اوس. ديت بدايه السرفايكال كانال. يبقى لما اجي اقول السرفايكال كانال ليها كام فتحه؟ ليها فتحتين تيوب. فتحه ليها انترنال اوس وفتحه ليها تفتح في الفاجينا اسمها ايه؟ انترنال اوس. الدكتور
يعمل اكزامينيشن ويعمل اللي هي بير فاجينا ويدخل ايده في الفاجينا عشان يحس السيرفكس بيدخل عشان يوصل للجزء ده ويحس انه اوبننج اللي هي الاكسترنال ايه الاكسترنال اوس تمام بيعمل تيست للاوبننج ديت خاصه بقى قبل الولاده عشان دي طبعا الاوبننج دي بتفتح تبدا تفتح عشان تطلع الفك تمام فيبدا يشوف بقى الفتحه ديت 1 فينجر 2 فينجر لا ده بقى الثلاثه لا ده خلاص الثوري اللي هي كده تمام او ممكن يحس يخش الحته يلاقي الراس ايه فعندنا هي كده الكنال سوبايكال كنال دي بيبقى ليها فتحتين ليها بدايه اللي هي بقول عليها الانترنال اوس ونهايه بقول عليها الاكسترنال اوس تمام ده بالنسبه للكافيتي اوف ذا يوترس بعد كافيتي اوف ذا يوترس في عندي بيبقى ترانجولارين شيب لو ثلاثه اوبننج اثنين مع الفالوبيان تيوب واحد مع السوبايكال كنال هو الانترنال اوس السوبايكال كنال ليها تو اوبننج انترنال اوس واكسترنال اوس طب تعالوا بقى نشوف ريليشن اوف ذا يوترس لما نقول ريليشن اليوترس على طول تجيب ستوري برسبشن بتاع ايه؟ بتاع الميل سبيس بتعمل ايه ده الكونكشن اول حاجه انتيريور ده البادي اوف ذا بيوس تمام وده الانتيريور ابدومينال وول الاول الاورجان عندي موجود ورا البيوبس بيوبس فود ده عباره عن البلادر مين البلادر يورينري جلاند ومعاها طبعا اليوريس وراهم بيبقى في اليوترس شايفين اليوترس عامل ازاي عامل ايه على الجلد نايم عليه تمام وهنا طبعا ديت الايه الفاجينا ووراهم بيبقى الرقبه والانا كمان وراهم بيبقى الصدر البروتينيال كفرنج بقى بروتينيوم هيجي من بروتينيوم بيجي بجاي من الابدومن بروتينيوم ده عباره عن سبرين اللي هيغطي الايه الاورجان سواء كان موجوده في الابدومن او في البلس هيجي من الابدومن وبعدين يعمل ايه ينزل يقع كده زي الناس ده يقع على الاورجن بتاع الايه البيبس اللي ينفع يتغطى يتغطى واللي مش هينفع ما يتغطاش هو حر ماشي يبقى هو عامل زي ايه حاجه كده جايه من السقف من فوق وخلاص بعد ما عمل مهمته في الابدومن حس ان هو ريح ضميره ولف الناس كلها وعمل كل حاجه دي بقى حته منه بتاع البيبس اما نزلها على البيبس بالظبط كده نازله كده جايه نازله على الاورجن بتاع البيبس ليه هيتغطى يتغطى ما يتغطاش فعمل ايه؟ فجيت هنا اهو ادي البروتينيوم نازل بقى السوبرسيرفس بتاع مين؟ البلازما فغطاه حاول يخش كده مش عارف لقى اليوترس ايه؟ اليوترس نايم قال خلاص وانا وقعت نفسي وقام لافف حوالين مين؟ حوالين اليوترس غطى مين بس؟ غطى البادي بتاع الايه؟ بتاع اليوترس مولو بتاعه بيه السيرفس خالص يبقى غطى هنا السيرفس بتاع الايه؟ بتاع البادي اوف ذا يوترس وغطى الفندس ورجع بالسيرفس غطى بقى البودي غطى ايه؟ ال السيرفس كمان وكمان غطى البوستيريور الاب من الفاجاي وبعدين عمل ايه زي الصراحه؟ قام راجع وعمل فريكشن على الايه؟ على بلوزته فساب هنا في باوتش وهنا في باوتش الباوتش اللي ما بين البلادر واليوترس اسمه ايه؟ يوترو فازايتال باوتش طب اللي ما بين اليوترس والريكتا لنا الكلام ده اسمه ايه؟ ريكتو ريكتو فاجينا ريكتو فاجينا باوتش او الدوجلاس باوتش دوجلاس طيب الاجزاء اللي مالهاش بروتينيه فيها فشيا فيها فشيا بتغطيها الاجزاء اللي مالهاش بروتينيه فيها فشيا بتغطيها وبتعمل لها سبورت خلاص؟ لما اجي اقول بقى ريليشن اوف ذا يوترس بص على رسمه لما اقول لك ايه ريليشن اوف ذا يوترس انتيريور وبوستيريور انتيريور هيبقى مين؟ بلادر هيبقى البلادر بيفصلها عنها باوتش اسمه يوترس بوزايتا باوتش طيب وبوستيريور هيبقى ريكتا بيفصلها عنها باوتش اسمه ريكتو بطلنا ايه باوتش ديت الريليشن بتاعت مين؟ طبعا الباوتش ده بيبقى موجود فيه ايه؟ ده موجود فيه اورنج اوف سمول انتستن وبيبقى موجود فيه سيمول فول جزء من السيمول فول